مازال الناس اللي جاو تاعك دوك الخمسه باش تصور معاه، لان عطى واحد الصدى كبير اختار كذلك في السنه الماضيه. هذه السنه صراحه لا اخفيكم ان واحد مجموعه ديال الصناع التقليديين، اكثر من 8 صناع تقليديين، اشتغلوا لمده 7 اشهر على اساس يبدعوا لنا واحد التحفه اللي ان شاء الله الرحمن الرحيم اظن بانها غادي تكون من اجمل ما ابدع الصناع التقليديين ديال تزنيد. هي عباره عن خلاله وطازر زيت، اكبر خلاله على المستوى العالمي. ولكن كما قال السيد رئيس المجلس البلدي اننا خصنا نتدبروا مزيان بدقه في المواضيع ديال المهرجان، لانه ماشي مهرجان كجميع المهرجانات اللي كان نسمعوها، هذا المهرجان عنده الهويه ديالو. لذلك فهاد الخلاله هادي اشتغلوا عليها واحد المجموعه ديال الصناع لمده 6 اشهر، واستعملت فيها جميع تقنيات الصناعه الفضيه بما فيها التقنيات اللي انضطرت، ولكن استطاعوا واحد المجموعه ديال الشباب من الصناع التقليديين باش يطوروا ديك التقنيه وباش يعطيو ديك التحفه ويعطيوها واحد الجماليه، واللي غادي تتعرض ان شاء الله اليوم الافتتاح بساحه المشروع بفضاء المغرب ان شاء الله الرحمن الرحيم. وشكرا.